أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين تحرص على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للمساهمة في بناء علاقات سلام ودية ونشر ثقافة الحوار وتكريس جهود التعاون والتنسيق المشترك مع البرلمانات الصادقة جاء ذلك خلال لقائها بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد مارك ترابيلا نائب رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الاوروبي، حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين وتوظيفها بما يحقق تنامي الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الاوروبي في جميع المجالات. وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أهمية فتح المزيد من قنوات التواصل والارتقاء بقواعد العمل المشترك تحقيقا للمصالح المشتركة. ونوهت معاليها بالمسار المتنامي في العلاقات الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي مشيدة بالجهود الثنائية بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي من أجل مزيد من التواصل والتقارب